طيب لو انا عايز اشوف التريجر بتاعي، طبعا تلاحظوا هنا ان التريجرز الفانكشنز موجوده، يعني عملنا ريفريش على السكورز هتلاقي ان الفانكشن موجوده، السور بروسيجرز موجوده، التبلز موجوده، الفيوز موجوده، السور بروسيجرز بالظهر بشكل واضح هنا في البي اتش بي ماي ادمن، لكن في بعض البرامج الثانيه بتعملها زيها زي الفانكشن وزي البروسيجر وزي البي، عشان ما حدش بس يقول خصوصيه مش خصوصيه. في بعض البرامج الثانيه بتقول لك فانكشنز بروسيجرز تريجرز، فاهمني؟ لكن ده ما بيقولش كده. لكن انا ممكن اوصل مثلا اقول له، لو قلت له شو تريجرز مثلا، وريني التريجرز اللي عندك، قلت له جو، قال لي انت عندك تريجر اسمه بيفور تيتشر ابديت، وده الايفنت بتاعته. ممكن نخلي التريجر يعمل كده، وممكن نستغنى عن التريجر ما نخلوش يعمل كده، وممكن نفضل شغالين باللوج فايلز العاديه بتاعتنا برضه. يعني حلول. ممكن واحد يقول لي انا هستخدمه في اللوج، انا هعمل داتابيس ثانيه والتريجر بيفاير وبياخد البيانات بيلوجها في حته ثانيه ومش عارف ايه. ماشي، يعني انت عندك في بدائل كتير، فاهمني؟ لكن انت ممكن تستغل ده بالاسلوب اللي انت بتفكر بيه ده، صح؟ تمام. طب الستيتمنت المكتوب الستيتمنت المكتوب ان هو مديني منها طبعا ايه، التيتشر اودت سيت الاكشن ابديت اللي هو الكود بتاع التريجر، يعني التاريخ الكريتد فيه، وادي دي حاجه اسمها اس كي ال مود، وهيديك بقى شويه اوبشنز زي الكاركتر والكوليشن ومش عارف ايه وشويه حاجات تانية كده. بالنسبه لي كده انا شفت الايه التريجر اللي احنا عملناه، وشفنا التريجر ازاي قدر يعمل الفايرنج في وقت معين. طبعا الدروب هي نفس الفكره، احنا نقدر نعمل دروب التريجر بتاعنا كالعاده، يعني نقدر نقول له دروب تيبل او دروب تريجر، انا مش هنفذه طبعا، خلي التريجر موجود، لكن احنا ممكن نقدر نعمل بنفس الاسلوب. لو احنا عايزين ندروب التريجر فاقول له دروب تريجر واديله اسمه، ممكن اقول له اف اكزيست برضه زي ما بنشتغل عادي مش مشكله، ممكن اقول له دروب تريجر اللي اسمه كذا على طول. تمام، وفي الحاله دي طبعا مش هيفاير ولا اي حاجه. ممكن نحط هنا زي ما احنا عارفين دايما اف اكزيست ممكن تتحط. تمام. طيب اعتقد الاكزامبل ده وضح لنا فكره التريجر، وممكن يفيدنا في مثال من الامثله، طبعا مش شرط يكون هو ده المثال الوحيد. لا، تعال مثلا نقول لو احنا عايزين نعمل تريجر، تعال نجرب اكزامبل تاني بحيث الاكزامبلز تاخد راحه معانا ونفهم اكتر. لو احنا عايزين نعمل تريجر تاني، ان مثلا لو الشخص بيعمل ابديت للمرتب بتاع المرتب بتاع اسمه ايه التيتشر مثلا، انا ايا كانت الزياده، انا ما اعرفش هي زياده سنويه ولا زياده مرتب ولا عمليه تعديل ايه، انا في الاخر انا عايز ارفض مثلا انه مثلا يقدر يزود ثلاث اضعاف المرتب الموجود. كلام بالنسبه لي مش منطقي مثلا، فانا عايز احط تريجر لو هيزود اكتر من ثلاث اضعاف المرتب الموجود، اصلا الجمله تضرب، مش عايز يشتغل، عايز اعمل تريجر يوقف العمليه. فكره ثانيه خالص اهي، صح ولا ايه؟ فكره ثانيه خالص. فهقولها له ازاي؟ هقول له كرييت، قلت له كرييت تريجر، ومثلا ممكن اسميه بيفور ابديت ماشي السالري ماشي. طب ده اسمه
مفيش مشكلة. هقول له ده يبقى before الابديت، before عملية الابديت تمام. قلت الكلام ده هيتم على ايه؟ قلت له مثلا هيتم على التيتشر، تيبل التيتشر العادي تمام حلو. وهيتم على فور فور ايتش رو صحيح تمام. انا مش هتريب على عمليه واحده، ده انا على كل رو انا المفترض ان انا العمليه تترفض. ممكن برضو ابدا ببيجن واند زي ما كنا بنعمل في في الفانكشن وفي البروسيجر عادي جدا تمام. بس طبعا لو انتوا عارفينها لازم عشان نقدر نعمل ده بنعمل حاجه اسمها الديليمتر. فانا مثلا اقول له الديليمتر بتاعي هي سلاشتين، وحدد الديليمتر تحت ان هو تو سلاش، على اساس ان انا هنا هكتب كذا امر، فالامر كلها بتنتهي بسيمي كولوم، فهو عايز يفهم في الاخر انا هقفل بايه. فانا بقول له نهايه الامر كله اللي هي دي، فهو بدل ما ينفذ مع كل سيمي كولوم لا هينفذ مع ايه؟ مع العلامه دي بدل السيمي كولوم، عشان هيبقى عندي اكتر من امر. يعني مثلا هقول له اف ان. طيب بيفور ابديت مش بس بتتكلم مع الاولد، احنا اتفقنا ان في كلمه نيو في كلمه ايه؟ في كلمه اولد. نيو اللي هو هيتحدث، الاولد اللي هو مكان موجود قبل التحديث، لان احنا بنشتغل فور ابديت بيفور ابديت. فاقول له اف ان النيو دوت تمام؟ النيو دوت سالري، لو كان المرتب السالري الجديد اللي هو عايز يعدله، اللي هو عايز ايه؟ يعدله، كان اكبر. اكبر من ايه سيادتك؟ قلت له اكبر بقى من الحسبه اللي اقول لك عليها. اكبر من اولد سالري مضروب في 3. يعني لو الاولد سالري مثلا ب 10,000 مضروبه في 3 تبقى بكام؟ 30. فلو السالري الجديد اكتر من 30,000 انا بالنسبه لي الامر ده امر مش مظبوط تمام. واحد مرتبه 10 يبقى 30، كلام مش منطقي خلاص. 10 يبقى 15، يبقى 20، ويبدا يعلى بعد كده يبقى بقى 25، وبعد كده يعني كذا على كذا مرحله، لكن مره واحده يعلى العلو ده مفترض ان الكلام ده بالنسبه لي ايه؟ الكلام ده بالنسبه لي مش مظبوط تمام. فهقول له ايه؟ then في الحاله دي يعني وقت ما يحصل ان ده يحصل، الاوامر دي تحصل، انا عايز اعمل ايه؟ عايز اطلع ايرور، عايز اريز ايرور تمام. يعني ايه اريز ايرور؟ يعني السيستم بالنسبه لي يفير ايرور، يرفض العمليه يعني. فبالنسبه للاخطاء في الاس كيول، في الماي اس كيول بيبقى ليها طبعا الحته دي بالذات بتاعت الايرورز بتختلف من داتابيز لاخرى، بس الفكره واحده. بس الفكره ايه؟ فكره واحده، ان انا بيبقى عندي ارقام للاخطاء في الداتابيز كلها، اغلب الداتابيز بتشتغل كده بالذات الريليشن داتابيز، يبقى كل داتابيز ليها ايرور ايرور نمبرز. يعني لو دخلنا مثلا على سبيل المثال قلت له ماي اس كيول، قلت له مثلا ايرورز كود ليست، واخدين بالكم؟ ايرورز كود طبعا ما اقولكش احفظها، انا ذات نفسي ما حدش حفظها، لكن في حاجات بتعلق في دماغ الواحد اللي هي المنتشره تمام وبتستخدم كتير، في حاجات لما بتحصل قدامك كتير بتبدا تلاقي نفسك تعرفها. فمثلا هتلاقي الايرورز دي متصنفه، الايرورز دي مالها؟ متصنفه. متصنفه ازاي؟ انا عندي مثلا لو دخلت من 1000 ل 1049 هتلاقي ان كل واحد ليه مسج، بيبقى ليه نمبر تمام. يعني الايرور 1000 ودي المسج بتاعته، ايرور 1001 ودي المسج بتاعته، 1002 دي المسج بتاعته، دي 1003 والى اخره تمام. ومديك طبعا اكزامبلز، بس انا مش قصدي على الاكزامبلز، انا قصدي على ان كل ايرور بيبقى ليه اي دي وليه ايه؟ زي كده مثلا بيقول لي ايرور 1008، بيقول لي ايه الايرور؟ الرساله بتاعته بتقول لك ايه؟ كان نوت دروب داتابيز. ليه الداتابيز داز نوت اكزيست؟ انت بتعمل دروب للداتابيز والداتابيز مش موجوده اصلا، انت بتعملها دروب، فالايرور معروف اللي هو 1008 والرساله بتاعته كان نوت دروب داتابيز بكذا كذا تمام كده؟ فهمت الفكره؟
تمام. وهكذا. فهتلاقي كل المسجز بتاعت الايرورز موجوده بالشكل دوت ومترتبه بالشكل ده، وانت تقدر تستخدمها زي ما انت ايه، زي ما انت عايز. طب هو مديني هنا ده اسمه الماي اس كيو سيرفر ايرور كودز اند مسجز. تلاحظوا ان الاوامر من 1000 لغايه 1000 وايه؟ لغايه 1700 صح؟ دي اخطاء. قال لي في حاجه اسمها ماي اس كيو كلاينت ايرور كودز، تمام؟ ومديني بقى من 2000 لغايه 2000 ايه؟ 2099 تمام؟ دي الايرورز بتطلع عند الكلاينت، تمام؟ عند الكلاينت ايرور. زي ايه مثلا؟ مش قادر يكونكت، ده من بره من قبل ما يخش، مش جوه الداتا بيز لسه، من بره رافض. فتلاقي مثلا 2002 برضه الرساله بتاعته كان نوت كونكتد ومش عارف لوكال مش عارف ايه، وهكذا، تمام؟ طبعا احنا لنا الحق برضه ان احنا نديفاين ايرورز خارج دي. احنا اللي نحطها، تمام؟ احنا اللي نحطها. وبرضه بنفس الاسلوب، يبقى ليك اي دي كود وليك ايه؟ مسج، ليك كود وليك ايه؟ وليك مسج. طيب انا عشان اعمل مثلا اعمل ايرور فهقول له سيجنال اس كيو ال. نعم. اولا احنا ما قلناش كده، خلاص احنا ما قلناش ان التريجر الابديت بس، احنا صحيح الاكزامبلز اللي استخدمناها لغايه الابديت، لكن لسه هيستخدم حاجات ثانيه، هو مش الابديت بس ولا حاجه. ثانيا برضو ناخد بالنا ان جسم التريجر مش لازم يعمل عمليه ابديت او انسيرت او دي، مش لازم، ممكن ما يعملش اي حاجه، ممكن يطلع ايرور وخلاص يرفض العمليه وانتهى الكلام على كده، زي ما احنا هنحاول نعمل دلوقتي، تمام؟ فكره الفور اتش رو دي قصه ثانيه خالص مالهاش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه، سواء كان الابديت او هو جوه الجسم بيعمل ايه. طب اسمع انت، اسمع الرد ورد عليا بعد كده براحتك، مش مشكله، تمام؟ الفور اتش رو معناها جمله الابديت دي ذات نفسها ممكن تكون بتابديت ميني روز، اي جمله ابديت ممكن تكون بتابديت يا اما رو واحد لو انت قايل وير وبرايمري كي بتساوي كذا، فطبيعه الحال هيبقى اللي ناتج من الاوامر الافكتد من الابديت هتبقى 1 رو، وبالتالي هيبقى هو 1 رو وخلصنا، تمام؟ وممكن انا اقول ابديت جمله ابديت واقول له وير ان السيتي بتساوي جيزه، بقول له وير السيتي بتساوي جيزه يبقى كل الناس اللي في الجيزه هتحصل عليهم جمله الابديت، وطالما كل الناس اللي في الجيزه هتحصل عليهم جمله الابديت فوارد يبقى الجمله نوت بتتنفذ على اكتر من رو. طيب نرجع بقى للوجيك بتاعنا. لو اكزامبل زي ده انا بعمله على تعديل السالري، انا بقول ممكن يبقى جمله السالري بقول لك ايه؟ ابديت الناس اللي في الجيزه خلي مرتباتهم كذا 20000 مثلا. فجيت في وسط بتوع الجيزه لقيت واحد كان بياخد 3000 جنيه مثلا. طب هتيجي تقول لي ابديت المرتب بتاعه 20000، فكده بالنسبه لي التريجر لما يفاير مع كل رو في روز هتعدي وفي روز هترفض. في روز هتقول لي ماشي مفيش مشكله الراجل دوت مرتبه ما زادش ثلاث اضعاف ولا حاجه، وفي روز هتقول لي لا معلش ما ينفعش. فانا كده الفكر بتاع التريجر اللي انا بعمله دلوقتي ده ان لازم يتنافس على رو رو ويشوف كيس كيس ويشوف سالري سالري، مش عايزه يفر مره واحده مع اي ابديت وخلاص مع جمله الابديت، لا انا عايزه مع كل جمله ابديت، تمام؟ فدي معنى كلمه فور اتش ايه؟ فور اتش رو، مع كل رو بيحسب عمليه الابديت. وصلت؟ هنا هقول له الـ SQL State هديله مثلا رقم وليكن مثلا 4501، أو مثلا إحنا بنحب في الـ في الـ Errors نعلى أكتر عشان نبقى مطمئنين إن وارد يكون في تريجرز أو في حاجات تانية، هو ده أرقام أخطاء تانية، فممكن أقول له مثلا نبدأ من 45000 ونبدا بقى 45000 1 و2 و3 ونبدا نحط الايه الكودز بتاعتنا. طبعا المفترض لو انت في شركه تبقى انتم متفقين على ارقام اخطاء معينه للتريجرز اللي انتم مالفينها عشان ما يحصلش دوبليكيشن، ما يبقاش في تريجر بيطلع بنفس رقم الكود الخطا بس رسائل مختلفه فيبدا تعمل كونفليكت والناس تبقى مش فاهمه انت تقصد ايه، فاهمني؟ فالمفترض تبقوا متفقين على نظام من ما في اكواد او في اخطاء. واقول له عايز اطلع مسج تكست على طول معروفه
مسج تكست دي هي اللي انا هكتب فيها الرساله اللي انا عايزها. فاقول له مثلا نيو سالري كان دوت 3 تايمز جريتر تمام، وحطيت سيمكول تمام كده. طبعا هعمل ايه؟ هعمل اند اف تمام. انا بالنسبه لي التريجر كده هيفاير في الكيس بس لو كان النيو سالري اكبر من 3 مرات من الايه، من السالري القديم. اخذ كوبي، اخذ كوبي منه قبل ما انفذه، كوبي اخطاء ولا شيء. تمام، وتعالى نشوف هل في اخطاء ولا كله تمام. نعمل جو تمام. تعالى بقى ايه عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل جملة ابديت على التيتشرز. انا عندي التيتشرز اهم، تعالى نعمل ايه؟ انا عندي واحد مثلا 4000 صح؟ ماشي، ده مستر، واول واحد عندي مثلا 20000. طيب تعال نخلي ابو 20000 ده مثلا مستر، ماشي؟ عشان عايز اوريكم حاجة. انا عندي كده كام مستر في الداتابيز؟ هما 2 صح؟ واحد بياخد 4 وواحد بياخد ايه؟ 20. انا عايز مثلا اقول ابديت كل المسترز، ابديت كل المسترز خليهم ياخدوا 40. فبالنسبه لي 20000 مبلوع لما يبقى 40 زاد الضعف صح؟ لكن 4000 لما يبقى 40 ها؟ عادي برد عليك. طب المفروض يترفض ولا ايه؟ فانا لو جيت قلت له ابديت تيتشر تمام؟ الناس بتتكلم في تليفون حاجه صعبه قوي. تمام، طيب ابديت التيتشر ست ان السالري يساوي 40000 وير ايه بقى؟ والوقت بيجري بسرعه كده. وير ان الرانك تكون تساوي عشان فكره الايه برضه اللي هو فور اتش رولز. يعني انا حاولت ان انا اعمل كده عشان اوضح كل فكره الفور اتش رولز. وتعالى نعمل جمله الابديت وننفذها ترو جو. ايه اللي حصل؟ الله تمام. قال لي لا معلش بس انا طلع 1644. قال لي نيو سالري كان نوت بي 3 تايمز جريتر ذان الكرنت ايه؟ سالري. المسج بتاعتنا اللي احنا طبعا لو دخلنا على الدوكيومنتيشن هو مش هيطلع لك حاجه طبعا، لان الايرور بالرقم ده دوت ديفايند يعني من خلالنا. بس هو جاب الرقم ده بناء على ممكن يكون الرقم اللي عليه الدور بالنسبه للماي سيكوال. هو رقمه ممكن يكون الفيرجن ده بيعمل ترقيم بالشكل ده، مش متاكد، بس ممكن يكون هو بدا يعمل ترقيم من بعد الايه؟ من بعد اللي عليه الدور بالنسبه له. يعني يا ريت يبقى كده، كان يبقى اريح للناس يعني. بس يستفيد. تعالى بقى انت كده مصحصح بقى.
انت كده مصحصح، تمام انت كده مصحصح. هو كده اللي حصل، ان احنا لما حصل احنا الامر بتاعنا كان موجود فين؟ في بيفور ابديت. تلاحظ ان ايه؟ ان محمود برضو ما تنفذش، صح؟ ليه؟ لان احنا كنا عاملين ان لو ده حصل، اولا الامر ده امر بيفور ابديت، صح؟ بيفور ابديت يعني قبل ما الابديت تتم، قبل ما الابديت ايه؟ تتم على كل الروز، يعني قبل ما الابديت تتم على رو، تمام كده؟ فاحنا قلنا ايه؟ قلنا لو كان ان في كاس، لو كان ان في الحركه دي حصلت، اضرب وفاير وطلع ايرور، تمام؟ لكن ما قلناش لو كان إلس عديها او إلس اعمل جمله الابديت عادي، ما قلناش كده، خدت لي بالك؟ قلنا لا، كان كل سنه وانت طيب. لو كنا عملنا افتر، افتر بقى ليه؟ لان افتر ده يعني خلاص القضيه تمت، القضيه تمت خلاص بقى، الموضوع انتهى. هتبقى مضطر انك تعمل بقى جمله بديله او جمله ثانيه تعمل عمليه الرجوع في الابديت، او تسيب البيانات او تتصرف. بس هو في الاخر هي خلاص افتر ابديت، يعني خلاص الموضوع تم. ده بيحصل معانا يعني الافتر دي بنستخدمها لما يكون انا كده كده مش فارق معايا، انا كده كده الجمله هتشتغل، بس بعد ما تعمل ابديت والنبي بيعمل لي كذا وزود لي كذا وصلح لي كذا وعدل لي كذا، فاهمني؟ بس هو انا ما عنديش مشكله في الابديت اصلا، تمام؟ انا ما عنديش مشكله في الابديت، لكن انا عايز اعمل عمليات ما بعد الابديت مثلا، تمام؟ فلما يكون عندي على حسب الفكر ده، لما يكون عندي حاجه مش فارق معايا اصلا جمله الابديت، انا بس فارق معايا ان انا عايز اعمل حاجات بعد، طالما عملت ابديت اعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا، يبقى ساعتها نبدا نتحرك.